سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. حياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم ماجد من السعودية، ذكرت مشكلة مع أختها. تقول هي زوجت ابنها من بنت أختها، تقول وللأسف يعني أختها قامت بأعمال غير جيدة وسحبت ابنها، والآن الأولاد أولاد الولد هذا بناته تقول ما أشوفهم أبدا، وظلموني وقاطعوني وشيء من هذا القبيل. ذكرت مشكلة، وللأسف الشديد يعني من المشاكل التي يعني كثرت في هذا الزمان بسبب قطيعة الأرحام. يا أختي أم ماجد، أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يبعد الشر والبلاء عنك. لا شك بأن هذه المشكلة التي ذكرتيها مشكلة كبيرة وعويصة، والله إنها مؤلمة، خاصة حينما يأتي الضرر من الأقارب، وخاصة حينما يأتي من أقرب الناس وهي الأخت للأسف الشديد. أنا لا أريد أن أكون قاضي في جوابي، لأني لا بد أن أستمع إلى الطرفين، لكن أنا أريد أن أتحدث عن قضية، وهي قضية قطيعة الرحم. ليس هناك من الذنوب العظيمة التي يعني يعاقب الله جل وعلا ويعجل بالعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة مثل قطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ليس هناك ذنب أحرى أن يعجل الله فيه العقوبة مع ما يدخره في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. فهذه أختي الفاضلة، أنت الآن أنت في هذه الحالة، يعني ينبغي لك أن تكثري من الدعاء لأختك، تسألي عن الطريقة التي ترجع فيها أختك إلى صوابها ورشدها، لأن المصيبة ليست عليك يا أختي الفاضلة، المصيبة عليها هي. أنت الآن لك الأجر ولك الثواب ولك الحسنات بإذن الله جل وعلا لكونك مظلوم، أما هي نسأل الله العافية والسلام. حينما يعني تقطع أختها، وحينما مثل ما ذكرت تعمل بعض الأسحار وتعمل بعض الأشياء المضرة، هذا لا شك بأنها مسألة عظيمة. والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ولذلك يا أختي الفاضل، المصيبة والله ليست عليك، أنت في أجر، أنت أتيك حسنات وأجر وثواب، المصيبة عليها وعلى بنتها أيضا، وابنك حقيقة لابد أن يكون له دور. أتمنى أن ابنك هذا يشاهدني، يجب على ابنك أن يقوم بدور إيجابي، بمعنى أنه يحاول أن يردم الهوة بينك وبين أختك، يحاول أن يكون محضر خير، يحاول أن يعني يقرب وجهات النظر حتى لو كذب. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الكذب إلا في ثلاثة للإصلاح بين اثنين، هذا نوع من أنواع التي يباح فيها الكذب. يقول لي لي لك يعني كلام طيب، ويقول لي خالته كلام طيب بهذه الطريقة. أما دور البنت هذه المسكينة اللي ضاعت وتاهت بينك وبين أمها، هذه أيضا مصيبتها مصيبة، هذه الآن عليها يعني جملة من الحقوق والواجبات. أولا عليها واجب صلة الرحم لك، يجب عليها وجوبا أن تصلك وأن تسلم عليك وأن تتفقد حالك وأن تصل الرحم. الأمر الثاني في حق زائد على هذا، وإن كان فضل وندب، وهو كونها زوجة ابنك، يعني فوق الحق هذا ينبغي لها أيضا أن تؤدي الحق الآخر. فأنت الآن تدلين إليها بطريقين، طريق الرحم وطريق كونك أم لزوجها،
ولذلك يا أختي الفاضلة أنت الآن كان بودي أن تسألي كيف ننقذ أختك هذه المسكينة من الوضع الذي هي فيه. لا تظنين بأن قد انتصرت عليك، ولا تظنين بأنها في حالة سعادة وفرح، لا والله، هذا النوع دائما في حال أزمة، هذا النوع دائما مبتلى والعياذ بالله بضيق الصدر وبالهم الدائم وبالقلق المستمر. لماذا؟ لأن هذه سنة الله جل وعلا الكونية، أن الله تعالى يعاقب قطاع الرحم الذين يقطعون أرحام، يعاقبهم. والعقوبة يا أختي الفاضلة ليست بالضرورة أن يكون موت أو حادث أو حريق أو مرض، لا والله، من الأمراض الخطيرة يمكن بعض الناس يتمنى ذهاب عضو على أن يذهب منه هذا المرض، مرض القلق، مرض الهم، مرض ضيق الصدر، مرض التشتت، مرض عدم الرضا، هذا كله أمراض موجودة، نسأل الله العافية والسلام. أختي الفاضلة أنصحك احتسبي الأجر عند الله، أكثري من الدعاء، التصقي بالدعاء دائما، قل يا رب وعلمي ابنك. كوني يا أختي الفاضلة أنت أكبر من الجميع، أكبر من هذه الأسرة، كوني أنت المتفضلة، حاولي قدر المستطاع أن تقدمي تنازلات. والله والله ما عفى إنسان وما تواضع إلا رفعه الله جل وعلا، لأن بعض الناس بعد يا أختي أم ماجد يتمسك بحقوق ليست بذاك. لا، تنازلي، اعتذري إذا كان والله صدر منك خطأ، تنازلي عن قضية معينة بينكم مثلا، هذه والله ترفعك عند الله وعند الناس. طيب الأخ سعد عندكم؟ نعم. طيب سعد من لبنان يقول بأنه هو يعمل مدير لصالة من صالات العرض، يقول أكثر البضائع هذه يعني هي في واقع الأمر ليست من البلد الذي يعني مكتوب عليها، ويقول أنا مدير فقط لهذا المعرض، هل يجوز العمل بمثل هذا الأمر؟ يا أخي سعد، الذي فهمته منك بأنك أنت مدير صالة من صالات العرض، وأن هذه البضائع المعروضة هي في واقع الأمر يعني مكتوب عليها الماركة، لكن الواقع أنها تقليد أو أنها من بلد غير بلد البلد الأصل الذي يكون سعرها عالي، هذا نوع من أنواع الغش، هذا نوع من أنواع التدليس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، وفي لفظ من غشنا فليس منا، والمسلم مطالب بأن يكون صادقا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق الرجل ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقضية والله كونك مدير هذا ما يسوغ لك أبدا الاستمرارية في هذا العمل، أنت أمام خيارين يا أخي سعد، إما أن تأتي إلى هذا المعرض وتخبر الناس سواء بنفسك أو بالموظفين الذين يقومون بالشرح لهذا العرض، تقول بأن هذه هي ليست الماركة الأصلية، هذه ليست هي من بلد التصنيع الأصلي، هذه من البلد الفلاني، يخبرون ما فيها شيء، من رضي فليشتري ومن لم يرضى الخيار له، الخيار له. والمسألة ليست والله يعني بكثرة الزبائن أو بكثرة الأموال، لا، المسألة مسألة بركة. هذا الخيار الأول، أن تكون صادق وأن تخبر جهتك ومسؤوليك بهذا الأمر، وقل هذا العرض ما يجوز ويحرم، والمسلم يجب أن يكون صادق في كل شيء حتى مع نفسه. الأمر الثاني، والله إذا شفت الأبواب مغلقة ومصرين على هذا الغش وهذا التدليس والضحك على الذقون وابتزاز أموال الناس بمثل هذه الطرق الملتوية، فأنا أنصحك بأن تبحث عن عمل، ابقى في عملك وابحث عن عمل آخر، والله عز وجل يعوضك خير. أخوي سعد، سأعود لك بإذن الله لأن بقي لك سؤال، لكن أخذ هذه المجموعة من الاتصالات التي تنتظر. تفضل يا أبو محمد. هلا حباك، السلام عليك يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. هاكم ها أخوك، طيبين الحمد لله، أنت وشلونك وشلون الحال؟ مرحبا أختي محمد. أمر على اتصال على محدثك على لغيك الزانو، جزاك الله خير. عندي أنا سهم ها، عندي سؤال يا أخي، ما نشدك عن زيت الحية هذا، زيت الحية؟ أنا ما أقول زيت الحية من حلوان ينفع ما ينفع ما نعرفه، يعني دهنهم به الشعر يعني يجوز ولا ما يجوز؟ طيب يا أم محمد، وفي السؤال الثاني، صبوا حبة الهندية للنساء الكبار يعني اللي 50 سنة 60 سنة، هذا للشيب يعني حلال ولا حرام؟ إيش هذا؟ الصبوا حبة الهندية هذه، هناك حنة الهندية هذه، إيه الحنة الهندية، ايوه للنساء الكبار يعني متقدمات يعني 50 60 سنة. طيب هو ثاني اسالك يعني من اللبس، يعني
اللماع هذه يعني النساء الكبار المتقدمات والله يعني حلال ولا حرام اللبس يعني لبس لماع يعني فيه رقاش كذا لبس ايش؟ لبس لماع يعني فيه رقاش يعني فيه لماعات يعني كثير ايه؟ يعني حلال ولا مو حلال للبنات ولا العجائز؟ لا للنساء المتوسطات يعني 50 و60 يعني حلال ولا مو حلال؟ ابشر يا ام محمد. وثاني سؤال الثاني يا اخي عن الشرط. عن ايش؟ أنا الشرط يا شرط يعني في شرط يعني في بنت شربت على أختها وقالت لها يعني معرستي تزوجتي يعني لك زمام لك ماذا؟ لك زمام زمام حق ذهب يعني زمام زمام ذهب؟ أيوه يعني تزوجتي إيه وعرست بنت تزوجت الحمد لله والدته وأختها تبي تعطيها الزمام الشرط يعني وعرفتها لها يعني يجوز ولا ما يجوز حقت إياي لكن هي شو أم محمد قالت هل قالت نذر لله علي أن تزوجتي أعطيك الذهب قالت قالت لها نذر يعني أن تزوجتي أعطيك الزمام هذي أي طيب وهي تزوجت ابن طيب يا أم محمد ودارت أعطيها وعفتها لقالت أني ماني داير تمشي أني ماني باغي تمشي نهاية أي عفتها لك يعني طب تبي ماني باغي يعني يجوز ولا ما يجوز يعني قالت لها أنا مسامحتك ايوه قالت يعني سامحتك ما انا باقي تميت اي كان طيب يا ام محمد باقي شيء؟ والله ثاني بس يعني ابغى اتقدم نصائح يعني للجيل هذي اللي يعني المفترين ما يعني ما يسمع كلام ولا يصلي وابغى تقدم نصائح للي يصلي والهر الحار هذي يعني واللغه الحار هذي وانا بقدم نصائح للجميع يعني وحونا في اختبارك وحونا فيها ومشكور يا اخي على اتصالك ومشكور على برنامجك العزيز اللذيذ. مرحبا اختي ام محمد الله يرضى عليك مشكوره بذلك. بارك الله فيك. طيب فضل مع ام علي. ام علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ بلا زحمه عندي سؤال يعني. تفضلي. ابني اني ابني استشهد بتحت المعركه قبل 4 أشهر وكان عمره 17.5 إيه؟ وكان ما يصلي يعني عمره كله لا صلى وصام انا بالركين كنا صلى له 10 ايام عمره كله او صام له 10 ايام فالسؤال اقدر اصلي له واصوم له يعني صلى اخر حياته اختي اي اي تقريبا يعني من كان من كنت اصوم برمضان واصلي كان يصوم وياي يوم يومين ثلاث يعني عمره هو 17.5 يعني عمره كله ما صلى يمكن 10 ايام او ما صام بس 10 ايام. لا بس السؤال اختي ام علي اختي ام علي الله يرضى عليك اخر حياته صلى ولا هذه قبل؟ لا لا قبل يعني طيب. انا بقول لك قبل سنه قبل سنتين طيب. يعني من اصوم كان يصوم وياي ومرات من اصلي يصلي وياي. طيب السؤال الثاني يعني اقدر اصلي له واصوم له هو؟ طيب. السؤال الثاني انا سمعت انه الشهيد يعني الله سبحانه وتعالى يغفر له كل شيء ما عدا الدين فما صحت هذا القول. طيب يا معالي الله يخليكم سؤال اخير ثالث اذا ما صار زحمه تفضل اي الله يخليك احنا قاعدين بمنطقه شيعيه وتعرف بعاشور يسوون اكل مال غدا الزهره وثواب للامه وشي اكو ناس يقولون حرام هذا ناكله فتعرف الجيران يجيبون لنا فما اعرف ناكله رجعه وين نودي يعني تعرف بعاشور طيب يعني يطبخون للامه ام علي ابشر ان شاء الله اشكرك يا مرحبا اختي تفضل محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ، بارك الله فيك وفي علمك إن شاء الله تعالى. مرحبا أختي. جزاك الله خير، بغيت أسأل 3 أسئلة إذا في إمكانية. تفضل. عندنا ريال توفى الله يرحمه ويغفر له بس ما حج وترك مبلغ بسيط جدا. هذا المبلغ يوزع على الورثة ولا يترك ويزاد حتى يخرج له حق الحج؟ يعني هو ما يكفي للحج ها؟ لا لا مبلغ جد بسيط شيخ يمكن 1700 درهم. وكان فقير هو؟ لا لا ما كان فقير طول عمرك هو يعني عدة مرات أدى العمرة بس ما حج في حياته. طيب كيف خلف أختي محمد بس 1700 وما يكون فقير؟ يعني هو كان يعتمد على الله ثم على راتب التقاعدي أيه. عند بيت ملك عند سيارة يعني قديمة نوعا ما بس هذا اللي تركه. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بارك الله فيك انا عندي 3 بنتين الصغار انا اللي وكيله عنهم الان ينزل لهم راتب من الدوله هذا الراتب يجوز ان انا مثلا استقطع من راتبهم بعد ما اكلهم واشربهم ازيد حق حج ابوهم او مثلا اجعل له مثل صدقه كل شهر كفاله يتيم او غيره بشورهم هم طبعا يجوز لي هالمساله ولا ما يجوز؟ كم اعمارهم البنات؟
وحده 13 سنه ووحده 17 سنه. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث بارك الله فيك، بغيت اسال عن البطاقات اللي احنا نتعامل فيها مع المحلات، مثلا انا معتاد اني اشتري من محل معين، الان معظم المحلات اصدروا مثل بطاقات تزاد نقاط او مثلا يحسبوا لك مشتريات، جايز مثل هالبطاقات التعامل فيها شيخ ولا ما يجوز؟ ابشر يا محمد تسمعين الجواب. جزاك الله خير، اكرمك الله، جزاك الله خير. تفضل ام احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اشتي اسالك يا شيخ عن الموضوع الحج. الحج؟ ايوه الحج. اي بس احنا في ساكنين في الرياض. اي احنا مقيمين بس احنا من اليمن. وانتم تعرفون ظروف اهل اليمن في هناك. نعم. احنا نفسي نروح الحج بس قطعنا في شركة قالوا لنا نروح نحرم من الطائف ما نحرم من الميقات. اي وزوجي ما يلبس الاحرام، ينوي بالحج والاحرام يعني يحرم بس ما يلبس الاحرام، يعود يلبس الثياب حقه. ليش حجكم تحايل؟ لا انه هو عشان الحملة نفسها قالت ما نروح الا هكذا. ايه هذه حملة الظاهر انها فيها تحايل، كيف الكلام هذا؟ قالوا لنا انه متأكدين ان الحملة هذه رسمية قانونية؟ ما اعطونا تصاريح، قالوا ما في تصاريح. ما في تصاريح، ايه يتحايلون هذول الله يهديهم. ايوه قالوا طيب. ما يعطونا تصاريح بس ان احنا نحرم ونروح من الطريقة الثانية مدري ايش يسمونها. طيب واضح سؤالك ام احمد، عندك سؤال ثاني؟ اي يا شيخ عندي سؤال ثاني رضي الله عنك، انا ما تعلمت بس اني الحمد لله اقرا القران كويس بس اكسر فيه. اي الله جزاك الله خير. مرحبا اختي مرحبا. تفضل ابو محمد. ابو السلام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام الله وبركاته. والله يا شيخ ودي اسالك سؤال على ما يجري بهاي الدنيا هاي بالعراق بسوريا بهالكوارث والفساد، احنا هم احتارينا بعمرنا احتارينا يعني. الله ينجيكم يا اخي الفاضل ويبعد عنا وعنكم عن جميع المسلمين. يعني سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ودي انت توجهنا في التوجه، شو احنا وين ما ادري وجهك شو كلها تقول تحكي باسم الله وما تشوف منها خير. الله المستعان. ابشر يا ابو محمد. ننظر الى هاي الدول الغربيه رغم كفرها وضلالها، شوف بيدها العلم وبيدها الامكانيات بحيث اصبح المسلم يلجا الى هاي الدول في سبيل يشوف الراحه والحريه. طيب يا ابو محمد وين الدين وين الحقوق؟ ابشر يا ابو وين محمد وين هالاشياء اللي حشي عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. ابشر يا ابو محمد تسمع ان شاء الله التوجيه والتعليق ان شاء الله. طيب اعتذر منكم الاسئله كثيره. ارجع الى الاخ سعد من لبنان في سؤالي الثاني، يقول تزوج امراه غير مسلمه واسلمت والحمد لله، يقول عقدنا في المسجد، يقول هو في اظن ذكر لي بانه في كازاخستان، يقول فقط الامام المسجد هو الذي تولى العقد ما وباقي الامور. يا اخوي سعد بارك الله فيك، اذا يعني كانت المراه غير مسلمه ثم تولى عقد النكاح امام المسجد او رئيس المركز او رئيس الجمعيه وكان هناك شهود اثنين ومهر وحصل إيجاب وقبول، الزواج صحيح والحمد لله، الزواج صحيح بارك الله فيك، يعني ليس شرطا أن يكون أبوها هو الموجود، المهم يكون أبوها إذا كان موجود أو من ينوب عن أبيها. أما إذا كانت كافرة مثلا وهي ترى بأنه لا ولاية لأبيها عليها أو تعارف عليها تعارف الناس هناك من غير المسلم على أنه لا ولاية إذا أسلمت أو أن الأمر في حرية، فيتولى إمام المسجد أو إمام المركز أو المفتي عندكم عقد النكاح والحمد لله يكون الزواج صحيح. أم محمد بارك الله فيها من السودان تسأل عن زيت الحية، تقول ما حكمه؟ يا أختي الفاضلة زيت الحية محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بأنه لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة لا بأس. وإن كان بعض الفقهاء يجوز هذا، يجوز زيت الحشيشة وزيت الحية، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحرمات، أما استعماله للحاجة والضرورة فيجوز، لكن احتياطا. الحمد لله الآن الزيوت كثيرة والأنواع كثيرة، يعني العملية ليست متوقفة على زيت الحية فقط، فالحمد لله ما دام فيه موجود وليس هناك ضرورة ابتعدوا عنه خروجا من الخلاف. أم محمد تسأل تقول يعني بالنسبة ل الصبغة، صبغة الحنة الهندية هذه يعني
المرأة التي عمرها 50 سنة أو كذا. أخت الفاضلة، ما في بأس للمرأة أن تصبغ شعر رأسها ولكن بغير السواد، في أصح أقوال أهل العلم تصبغ بالكتم، بالحنة، غير السودة طبعا، بالبني، بالأشقر، كل هذا جائز والحمد لله. أما السواد ففيه نص، وهي مسألة تبقى خلافية أيضا، لكن الاحتياط للمرأة أن تخرج من الخلاف، خاصة وجد للحمد صبغات ليست بسوداء السواد المعروف، وإنما هي مثل الكتم أو الكحلي أو القريب من هذا الشيء، تصبغ فيه والحمد لله سواء كانت صغيرة أو كبيرة. أم محمد تسأل عن المرأة المتوسطة في العمر، تقول هل لها أن تلبس الثياب التي فيها لمعة؟ أختي الفاضلة، يجوز للمرأة أن تلبس أي نوع من أنواع الثياب ما دام عند زوجها ومحارمها والنساء، تلبس اللي فيه لمعة واللي ما فيه لمعة، تلبس الحرير، تلبس الضيق، تلبس الذي يظهر شيء من بدنها أمام زوجها وأمام النساء، يعني لا بأس تظهر الذراعين، تظهر يعني شيء من القدمين، الرقبة أو جزء من الصدر، ما في شيء. أما خارج البيت فلا، لا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا تظهر فيه زينتها الباطنة أو الزينة التي لا يحل إلا للزوج النظر إليها أو المحارم. ولذلك أخت الفاضل، المرأة إذا لبست الثوب اللماع شد الانتباه والتفتت الأنظار إليها، فتصبح محل أطماع الرجال، تصبح حتى ولو كانت امرأة في المتوسطة في العمر هذه يطمع فيها، ولذلك ما تلبس المرأة. والله جل وعلا ماذا قال؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لأن تؤذى بالنظر هذه، فإذا ظهرت بشيء يلفت الأنظار ويحرك الساكن فإن هذا مما نهى الله جل وعلا عنه. وكانت الصحابيات رضي الله عنهن إذا خرجنا خارج البيت تلفعن بالجلابيب حتى يكون كالغربان لما يخرجن، أما في البيت فيلبسون يضعون ثياب الحشمة في البيت لأن بيتها، ما في بأس تظهر شيء من يعني بدنها في 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 بيتها. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم محمد من السودان تقول هناك بنت شرطت يعني نذرت أن تزوجت أختها أو قريبتها بأنها تعطيها شيء من الذهب، تقول تلك تزوجت فعفت عنها. يا أختي أم محمد بارك الله فيك، إذا قالت هي نذرا لله أن تزوجت فلان أعطيها الذهب لازم تعطيها الذهب وبعدين هي ترجع لها الذهب، أما إذا قالت شرط ونذر ولا تقصد النذر المعروف ولكن تقصد الوعد، يا فلانة إن تزوجتي فأنا بعطيك ذهب، هذا لا يجب الوفاء به لكن يحسن الوفاء به بارك الله فيك، ويظهر أن هذه عندكم أنتم في السودان شرط علي أو كذا تقصدون فيها الوعد ولذلك ليس عليه شيء، فلو ردتها ردت الذهب إليها ما عليه شيء والحمد لله. أم محمد تريد نصائح عن بعض الناس اللي ما يصلي وما يسمع الكلام وعنده تقصير. يا أخت الفاضلة، ليس هناك أعظم ولا أجمل من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يوصي الناس بتقوى الله، بتقوى الله جل وعلا، كان يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس موعظة كما في حديث العرباض بن ساري عند الترمذي وغيره، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. كان عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني أولادكم ومن هو تحت أيديكم عليكم بالصلاة. ولذلك يا أختي الفاضل ويا إخواني، هذه الدنيا في واقع الأمر أنزل إليها الإنسان لأداء مهمة ثم ينتهي. أسألكم هل علمتم أحد الآن منذ أن خلق الله الخلق ما زال عايشا؟ آدم أبو البشرية مات، أولاده ماتوا، الأنبياء ماتوا، ما من أحد سيخلد في هذه الدنيا. ولذلك العاقل الكيس الفطن هو الذي يعرف حقيقة هذه الدنيا، هو الذي يعرف دوره في مسرح هذه الحياة، وأنه لا بد أن يؤدي دور ثم ينتقل إلى الدار الآخرة. فالسعيد من اتعظ والشقي من لم يتعظ،
فالواجب على الإنسان أن يحسن العمل وأن يتقي الله جل وعلا وأن يؤدي ما افترض الله وأن يجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على المسلم. يقول جل وعلا في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وبعدين هذه الأعمال لك، يعني هي يعني الله عز وجل لن تنفعه طاعة الطائعين ولن تضر معصية العاصين، هذه لك أنت. يعني حينما تعمل تجد آثار ذلك في نفسك وفي حياتك وعمرك وأولادك ومالك. فالعبادة والطاعة كلها خير، والمعصية والعياذ بالله تجد الشقاء والحرج والضيق والتعسير وعدم راحة البال. وهذا مصداقه في قول الله جل وعلا: ومن يعمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الآية مفهومة: الذي لا يعمل صالحا من ذكر أو أنثى لن يحيى الحياة الطيبة، وإنما سيحيى حياة الضنك والشقاء والعسر. وهذا لا يلزم أن يكون لا يعطى المال، لا، قد يعطى المال لكن يشقى بهذا المال، قد يعطى القصور لكن القصر يشعر بأنه سجن. مثل بعض العصاة يقول: إذا أدخل قصري هذا القصر العظيم أشعر كأني دخلت سجن والعياذ. ليش؟ لأنه من حرام الأموال ولا هذه الأشياء الماديات ليست علامة على رضا الله. الله عز وجل أعطى قارون: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا ليس دليل على رضاه عن قارون. أعطى جل وعلا كثير من الكفار، أعطاهم الدنيا، هذا ليس دليل على رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني، الدنيا هذه ليست بدار إقامة ولا محل خلود، الدنيا هذه مرحلة يؤدي الإنسان فيها دور ثم ينتقل إلى الآخرة. وبعدين الموت ما يعرف صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا مسلم ولا كافر، الموت يأتي على كل أحد. ولذلك ربنا جل ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حث من الله جل وعلا على أن المسلم يموت على الإسلام، يموت على التقوى، ينتبه الإنسان، يكثر من سؤال الله جل وعلا أن يختم له بخير. للأسف الشديد والله أمور تقطع نياط القلوب، ناس كثيرين للأسف الشديد خطفهم الموت وهم في معصية، خطفهم الموت وهم لا يصلون، خطفهم الموت وهم لم يحجوا بيت الله مع القدرة على ذلك، خطفهم الموت وهم يسوفون. بعض الناس وللأسف في رمضان الفائت يقول: أفطرت. ليش؟ قال: والله شباب وكذا. شباب سبحان الله، طبعا يشوف الحوادث، أصحابه وأصدقائه يروحون في عمر الزهور، يذهبون إلى الدار الآخرة وهم ما سجدوا لله. ولذلك يا إخواني نصيحة لكل أحد، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه موت الفجأة وكثرت فيه الحوادث والحروب والفتن، ينبغي للإنسان أن يكون أقرب إلى الله من أي وقت كان، لأن ما بينه وبين الله جل وعلا إلا أن يقول فلان مات، ما بينه وبين أن يكون بين يدي الله إلا يقال فلان مات. والآن تشوفون الحوادث. ولذلك نصيحتي للجميع أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يعودوا إلى الله، أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أم علي من العراق تقول: مات ابنها، يعني نسأل الله أن يكون شهيدا، عمره 17 سنة، تقول: ما كان يصلي ولا يصوم، صام أحيانا قديم تقول، وصام وصلى 10 أيام تقريبا وكذا. يا أختي الفاضلة، طبعا أم علي تقول: هل أصوم وأصلي عنه؟ لا يا أختي الفاضلة، ما تصلين عنه ولا تصومين عنه، واسأل الله جل وعلا أن يسامحه وأن يغفر له. وكان الواجب عليك طبعا، أنت فيما يظهر أم علي امرأة إن شاء الله طيبة وصالحة، أكيد أنك تأمرينه بالصلاة وكذا، هو يراك تقولين صلى 10 أيام، لكن عموما ما تصلين عنه ولا تصومين عنه، بارك الله فيك. بالنسبة للحديث اللي ذكرته، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغفر الله تعالى للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين. لأن هذا أصل الحديث، جاء رجل يا رسول الله قال: ما للشهيد؟ قال: يغفر له كل شيء. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله قال: تعال تعال، ماذا قلت؟ قال: يا رسول الله ماذا للشهيد؟ قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. لكن هذا لا يعني يا أختي أم علي بارك الله فيك وإخواني أن, أن, أن بعض الأشياء يعني تغفر. عندنا ترك الصلاة أمر خطير، ترك الصلاة أمر غاية في الخطورة. ولذلك بعض أهل العلم، وهي أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد وهو الراجح من مذهبه وقول جماهير أهل الحديث
وقول في أيضا بعض المحققين في المذاهب الأربعة على أن تارك الصلاة كافر كفرا خارجا، يكفر كفرا خارجا من الملة، نسأل الله العافية والسلام، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، والله تعالى قال عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن مصلين، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ونسلم يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فلا يعني أحيانا، يعني أحيانا يقال والله، طبعا نحن ما نحكم على شخص بالشهادة، نقول شهيد إن شاء الله نرجو له الشهادة، لكن هناك أشياء خطيرة جدا في حياة الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نبه عليها، لكن نبهت عليها النصوص الأخرى مثل الدين، في نصوص أخرى نبهت على قضية الصلاة وغير الصلاة. أم علي تقول نعيش في منطقة فيها بدع ويأتون ببعض الأطعمة مثل يعني أكل على أطعمة وأعياد ومناسبات بدعية، ما حكم الأكل في ذلك؟ يا أخت الفاضلة، نص العلماء على أن أي طعام مصدره عبادة ينظر، فإن كان مشروعا يؤكل وإن كان غير مشروع لا يجوز أكله، فمثلا الضحية تؤكل الحمد لله لأنها مشروعة، العقيقة تؤكل لأنها مشروعة، الهدي في الحج والعمرة مشروع يؤكل، الفداء أيضا في الحج والعمرة مشروع، ذبيحة الضيف مشروعة تؤكل، أما الذبائح الأخرى التي تذبح على الأنصب على الأنصاب وعلى القبور وفي مناسبات بدعية ليست من الإسلام في شيء، فهذا الإنسان لا يجوز أن يأكلها، وإذا شعر بخطر أو بخوف عليه أو مكره على هذا الأمر يأخذه يطعمه البهائم مثلا أو القطط أو يعني يطعمه غير المسلمين، هكذا نص أهل العلم. أم حمد بارك الله فيها تقول رجل توفي وما حج ولم يترك إلا 1700 درهم تقريبا، هل يحج عنه من هذا المال ويزاد عليه أم ماذا؟ يا أخت الفاضل، عفوا، فيما يظهر بأن هذا الرجل ليس بقادر على الحج، لا قدرة، عفوا، ليس بقادر على الحج قدرة مالية، ولذلك 1700 وش تسوي؟ 1700 ما يحصل فيها تذكرة فضلا أنه يشترك في حمل أو كذا، فالذي يظهر يا أخت الفاضلة أن الحج سقط عنه إلا أن يقوم أحد أوليائه فيحج عنه، جزاه الله خير يؤجر على ذلك، لأن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن 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 فريضة، عفوا، نعم، قال إن أمي ماتت ولم تحج، فامرأة قال حج عن أمك، ورجل آخر قال يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على رأسه، قال حج عن أبيك، فيحج عنه من باب البر والصلة أحد الأولاد، حتى لو أنت يا أختي أم حمد إذا كان قريب لك زوجك مثلا أو قريب أو حد بناتك مثلا أو واحد من أخوانه يحجون عنه، أما هو ما يجب عليه، فيما يظهر قصتك الآن ذكرتها 1700 درهم خلفه حتى لو كان عنده بيت وعنده سيارة، هذه سمى هذه ضروريات، هذه حاجيات، هذه حوائج أصلية، هذه ما يبيعها أو كذا حتى يحج، لا، بل العلماء قالوا له يعني لابد أن تكون عنده نفقة تذهب به وتعود زائدة عن حوائجه الأصلية وزائدة عن النفقات الشرعية، عن النفقات الشرعية، فهو لم يجب عليه الحج، توفي ولم يجب عليه الحج، تبرعوا عنه بالحج تؤجرون على ذلك بإذن الله. أم حمد تقول عندها بنتين ووكيلة عنهم، تقول ينزل يعني راتبهم من الدولة، تقول هل أستطيع مثلا أن أدفع حج لأبيهم وأيضا كفالة يتيم؟ طبعا أنا سألت عن أعمار البنات، تبين وحدة عمرها 17 ووحدة عمرها 13، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهن وأن يسر عليهن يا رب. بالنسبة لي يا أم محمد، بالنسبة لك إذا كان بإذنهم ما في بأس، تقولين والله أنا بأقتطع جزء من المال، طبعا هذا بعد المصاريف الأصلية، يعني يجوز لك تأخذين مصاريف البيت والمصاريف لهم من هذه المبالغ، تقولين والله أنا بأخذ أقتطع حج لأبوكم، موافق وما في شيء، كذلك صدقة أو كفالة يتيم يوافقون ما في شيء، إذا ما وافقوا لا، لأن هذا حق لهم، أنت قائمة عليه تؤجرين على ذلك، طبعا هذا الشيء الفضل، أما الفرض توزعينه بارك الله فيك، تنفقين وكذا، وأعتقد البنات يعني مثل الحالة هذه ما هم مخالفين ولهم معارضين. أم حمد تسأل عن البطاقات، تقول في المحلات، في بطاقات في المحلات نشتري يعطونا بطاقة ويعطونا نقاط فيها، ما الحكم؟ أخت الفاضل، هذه البطاقات التي تصرفها بعض الجمعيات وبعض المحلات
إن كان الإنسان يأخذها وهو يشتري شراء طبيعيا عاديا ويعطون عليها نقاط وتخفيضات ما فيها شيء، ما فيها شيء. يعني مثلا تأتين بالبطاقة بعد شهر أو شهرين ويشوفون أنك اشتريت مبلغ الفلاني يعطونك خصم مثلا، ما فيها شيء. أما إذا كان الإنسان يأتي لهذا البطاقة قصدا ويشتري شراء هو لا يقصد هذا الشيء، يعني ليس بحاجة إلى هذا الشراء إلا ليسجل نقاط أو يدفعها لبعض الناس حتى تزيد النقاط مثلا عنده، هذا ما يجوز بارك الله فيك ومحرم ويجتنب. أم أحمد تقول بأنها ساكنين في الرياض وهم أصلهم من اليمن ويريدون الحج، تقول الشركة هذه قالوا لنا ما تحرمون إلا من الطائف، يعني مو من الميقات، وأن زوجك ما يلبس الإحرام وأنه تدخلون مكة من دون إحرام، يعني تتجاوزون الميقات. تقول يعني ما العمل يا أختي الفاضلة بارك الله فيك؟ فيما يظهر والله أعلم أن هذه الشركة شركة محتالة على النظام وعلى القانون، يجب التبليغ عنها، تبليغ السلطات هناك عن هذه الشركة، لأن الدولة هناك تنظم الآن مسائل الحج ويعني تصاريح الحج، لأن الحج لو سيب الحجاج وكل يحج من عند رأسه لحصل فساد كبير. الناس الآن يحملون البلد هناك بعض الأخطاء التي يقوم فيها الحجاج، فكيف وهم يسهمون في مثل هذا الأمر؟ على الناس أن يتقوا الله وأن لا يأكلوا الحرام. أصحاب هذه الشركة أنا ما أدري فيما يظهر بأنه ليش، لأن يقول له ما أعطوهم تصاريح وقالوا لهم نتجاوز الميقات، هذه علامة وقرينة، بل هي دليل على أن هؤلاء كذابين ومحتالين. فيا أختي الفاضل لا تحجون معهم وأنتم غير مستطيعين في مثل هذه الحالة، وبلغوا عنهم السلطات، بلغوا الجهات حتى تحسن مثل هذا الشر الذي يمارسه من لا يخاف الله، من لا يخاف الله عز وجل، ويفسد ويعبث ولا يهم إلا جمع المادة، ولو على حساب البلد ولو على حساب المسلمين ولو على حساب الأمن ما يهمه، أهم شيء أنه يحصل الفلوس. هؤلاء يجب أن يقطع دابر شرهم. نسأل الله تعالى أن ينقي المسلمين من هؤلاء المحتالين ومن هذه الالتفافات على الأنظمة والقوانين التي تخل حقيقة بأمن الناس وبحياة الناس وبعبادة الناس، بعبادة الناس. الآن الإنسان لو قيل له والله بيجونك 10 ضيوف، عندك 10 معازيم الآن بيجونك في البيت، ويتفاجأ والله 20 رجال داخل عليه، يرتبك ولا لا؟ يرتبك. مكة كذلك، مكة والمشاعر ما تحتمل الملايين المملينة، هذه في أعداد معينة، أنظمة السير وترتيب السير كل هذا يحتاج إلى نظام، وهذا ما يتم إلا بترتيب الحجاج. وأما الفوضى هذه والعبث وكل يأتي من عند رأسه هذه يسبب مشاكل. فيا أختي الفاضلة أنت غير مستطيع أو زوجك، أو ابحثوا عن شركة أخرى تظهر لكم أو تخرج تصريح رسمي واضح وتشتغل تحت الشمس وفي العلن، ما تشتغل في الخفاء والدسدسات هذه والالتفاف واللف والدوران والتحايل على العبادة وعلى أيضا القانون والنظام. نعم تفضلوا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أني أم طه، عندي كذا سؤال، لو تفضل يا شيخ جاوب لي عليهم. يلا أختي أم طه على السريع لو سمحت، على السريع لأن وقت البرنامج انتهى، ما أدري كيف دخلت. تفضل يا أختي. ألو السلام عليكم. سؤالي الأول اللي هو أنا مقيمة في الهند وعندي راتب ينزل في المصرف في الهند يتعامل بالربا، فعندي فلوس ربوية. إيه. فالفلوس الربوية هذه أغلق لو سمحتوا. عندي أنا أشخاص أقارب، هل نعطيها لأقاربي؟ لو سمحتوا أغلق الجهاز، لو سمحتوا أغلق الجهاز. تفضل يا أختي أم طه. يا شيخ أنا مقيمة في دولة عندي راتب، فالراتب هذا يتزايد كل شهر وزيادة جيني زيادة أخرى فلوس ربوية. الفلوس الربوية هذه هل يجوز أعطيها لأشخاص أقرباء هم محتاجين؟ أغلق الجهاز لو سمحتوا. أغلق الجهاز. أغلق. تفضل يا أختي. يا شيخ أنا عندي فلوس ربا، فلوس ربوية. واضح أختي السؤال، أختي الفاضلة السؤال هذا واضح. عندك سؤال ثاني؟ سؤال ثاني، عندي أمي متوفية، كيف أحسن إلى أمي وهي متوفية؟ طيب يمطى مثلا بصدقات بكذا، يعني أبشري أبشري الإنسان يحاول
يخفف من عليه شخص متوفي. السؤال الثالث يا شيخ، أنا موفدة لدولة في الخارج للدراسة، فعندنا برنامج اسمه دراسة حقلية، مطلوب من الطالب اللي يطلع لدولة أخرى خلال بحث متاعها لازم يخدم جزء في الدولة الأصلية اللي هي مطلعاتها، ايه، وبيعطونا مثلا ثمن تذكرة ذهاب وعودة لبلد، ثمن التذكرة للشخص ولأفراد أسرته، يجلب العينات ويقيم بجزء معين من بحثه. فأني مقيمة في دولة في الهند ومنجلب العينات من بلدي ومش حنروح يعني، ونبدأ نقدم عليه التذكرة هاي ناخدها، ليش؟ لأن أوضاع بلدي مش آمنة، ما نقدر نروح ونجيب سلام يعني وكذا وظروف، فهل هي حلال أو حرام نهائي ما نقترب منها ولا نقدم عليها؟ يعني قصدك بدل التذكرة، ثمن التذكرة يسموا فيه ثمن تذكرة دراسة حقلية، يعني جزء من دراستك الحقلية اللي هي في المعمل بتقيم بها في بلدك الأصلي. أيه؟ يعني فعلا نجلب عينات، بيدزوا لي أقاربي عينات من بلدي، لكن أنا مش حنمشي، مش حنركب طيارة مع أسرتي ونمشي لبلدي نجلب طيب عينات. طيب يا أبشر أمطاها، واضح السؤال، واضح. سؤالي هل هي حلال أم حرام أن طيب نقدم فيها ناخدها؟ أبشري، واضح إن شاء الله، تسمعين بإذن الله. نكتفي إخوان، نكتفي، بارك الله فيكم. معانا نكتفي. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم أحمد تقول بأن ما تعلمت، يعني ما تعرف القراءة، لكن تقرأ بسيط وتكسر في قراءة القرآن. يا أخت الفاضلة اجتهدي في قراءة وتعلمي، والآن الحمد لله في وسائل كثيرة ممكن تعين على قراءة القرآن وتعلم القراءة، وسائل كثيرة عندك، الإذاعة وعندك الأشرطة وعندك كذا، وفي حلقات تحفيظ القرآن عندكم في الرياض كثيرة ممكن تشتركين فيها، بارك الله فيك. أبو محمد من العراق يسأل يقول يعني هذا الذي يجري الآن من الفتن في بلاد المسلمين وكذا، ويعني يقول يعني ما المخرج؟ يا أخي الفاضل هذا الذي يحصل كله والله سببه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو رجع الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنته وإلى نصائحه وإلى وصاياه والله ما حصل الذي حصل الآن. يا أخي الفاضل هذه فتنة الموجود الآن، فتن، ماذا على المسلم في حال الفتن؟ ماذا يفعل؟ عليه أولا أن يكثر العبادة والارتباط ب يعني العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ستحصل فتن كثيرة، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالعبادة، نكثر من العبادة. الأمر الثاني الاكثار من الصمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، وكان أغلب الصحابة في الفتنة كانوا يصمتون. الأمر الآخر يا أخي الفاضل القراءة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، حتى لا يكرر الإنسان هذه الأخطاء. هذه الأخطاء أخطاء هي سببها الابتعاد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مثال واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر على جور الحكام، لما قالوا له نخرج عليهم بالسيف قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الناس عصوا الرسول الآن وخرجوا، فماذا حصلوا؟ أرادوا أن يرفعوا ظلما واحدا فوقعت ظلمات عليه، ظلمات، وهذا سببه معصية الرسول، لأن الرسول يوحى إليه، الرسول يقول اصبروا وهؤلاء يقول اخرجوا. هذا مثال واحد. الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالاجتماع وبحسم كل ما من شأنه أن يقطع، أن يدخل على الأمة الفرقة. الآن الناس هي اللي تسعى في الفرقة، نسأل الله العافية والسلام. ويا أخي الفاضل الله عز وجل جعل الأيام دول، قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. قضية والله الكفار أو غير المسلمين مثلا عندهم كذا وكذا، هذا ليس دليل على الحق وعلى الرضا. أمة الإسلام عاشت فترة من الزمن في رغد عيش وفي تطور وفي تقدم وفيه يعني نفع للبشرية، لكن هذه أيام يداولها، وسنة الله عز وجل في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أختي أم طه بارك الله فيك، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله يوم الأحد، لأن غدا في حلقة تسجيلية، لكن يوم الأحد بإذن الله سأجيب على أسئلتك. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد.
يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر